ورجعنا لكم تاني علشان نكمل حلقتنا، وضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده ضيف مختلف. كتير بنستضيف من صناع المحتوى على السوشيال ميديا، بس صانع محتوى في الاساس مهندس وشاطر في شغله وكل حاجه على جنب، لكن هو بيعمل محتوى يخص الشغل. دايما كده بيبقى عندنا الاونلاين ميتينجز، زمايلنا في الشغل، مديرنا، في حاجات كده، في شخص على السوشيال ميديا بيعبر عننا قوي وبيتكلم بلسان حالنا فعلا في الشغل. بنبقى كل اللي هو بيقوله ده في الفيديوهات نفسنا نبعته ونعمل له شير، بس بنخاف للاسف. منورنا النهارده في الاستوديو صانع المحتوى شريف عثمان. ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ الميتنج ده اصلا. ازيك يا شهرة؟ شريف اخبارك ايه؟ بخير الحمد لله، وانا مبسوط جدا ان انا معاكي النهارده انت ولينا. ميرسي يا وان شاء الله شريف، تبقى حلقه كويسه يعني. نورتنا وبجد حاسه ان انت يعني من اول ما قلنا لا شريف جاي معاكم، فقلنا يلا يا جماعه الحلقه النهارده نقعد نلم على كل الناس اللي عندنا في الشغل، فدي فرصه جات لنا يا سو على طبق من دهب اظن. وبعدين هي مش هتبقى براحتنا. رساله معينه لحد معين، هي كده على الله. مش هنجيب سيره حد بالظبط، مش هنكلم عن احنا كده على حاجه. طب شوف احكي لي بقى، اصلا جات لك الفكره من ان انت كمان زي ما سهى قالت بتتخصص قوي في النوع اللي هو انا هتكلم قوي عن الشغل والمديرين وزمايلي حياتي في الشغل، اشمعنى حته الشغل نفسها؟ والله عايز اقول لك انا يعني الموضوع جه بالصدفه البحت، يعني انا اصلا ما اخترتش الحكايه دي خالص. هو الموضوع انا بدا عندي انا من يعني من صغري بحب موضوع التمثيل، وعندي شويه الهوايه دي من وانا بقى في كي جي وابتدائي وانا طالع كده، فكنت بحب الموضوع ده، ومعروف في المدرسه ان انا بعرف ايه اقلد يعني الموضوع جه بتقليد المدرسين اصلا. فالموضوع فضل ينمو معايا، وحاولت ان ادخل ورش واجرب في موضوع التمثيل، وعملت مسرحيات فعلا، بس حته بقى السوشيال ميديا ما كانش في دماغي قوي، لحد ما صحابي واهلي برضو شجعوني ما تجرب، يعني نزل فيديوهات، اعمل فيديوهات ونزلها وشوف. ايوه وري الناس الموهبه. فحتى ما بداتش بموضوع الشغل ده، يعني بدات ان انا عادي انزل فيديوهات سكتش صغير كده، اي فكره بقى بتيجي في دماغي. بس هو بقى يعني فكره الاونلاين ميتنج ده، كنا احنا بقى فتره كورونا وكده، كنا بنشتغل من البيت، كانت فتره او معظم الوقت يعني من البيت. فكان معظمه بقى اونلاين ميتنجز يعني. فبيحصل ان عادي ان النت بيبقى فيه مشكله. فما بيحصلش بقى ان النت بيحصل فيه يعني بيقف او بيقطع غير واحنا شكلنا غريب. يعني ما تلاقيش وانت بتتكلمي مهندمه كده، ما تلاقيش النت وقف على الصوره، لا لازم تبقى صورتك مرعبه كده وشك. والتاني بقى التاني اللي بيكلمك ده بيبقى طبعا مرتبك جد، ايه المنظر طبعًا ده؟ طبعا ايه ده، في ايه؟ انت فاهم؟ او مثلا راجل كده سي او او رئيس تنفيذي في شركه ومحترم وبيتكلم، وفجاه تلاقيه بقى ده اللي راعبنا، يعني ده اللي راعبنا كلنا. طب انا عايزه بجد اسالك سؤال، انت عملتها بجد في الحقيقه قبل ما تعملها في فيديو؟ اعترف. لا يعني اكيد لا طبعا. اكيد لا. لا طبعا يعني حاجه ما يصحش يا جماعه. صح. لا طب شريف انا عايزه اعرف رد فعل مديرينك بقى الحقيقيين كشريف المهندس من فيديوهاتك. رد فعل المدير الحقيقي؟ الكلام ده هيتذاع؟ مش هتقبله ان شاء الله. مفيش حاجه هتمسح ان شاء الله، مش هياخد بالي. حبيبي حبيبي روحي 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 بجد، والعريس عليا. مش هيتذاع يعني الكلام ده، مش هيتمسح. لا لا ده مدير، ده الظهر يعني، ده السند. ده احنا من غيره والله العظيم في الدنيا، من غيره ما ينزلناش بونص. الدنيا الدنيا تدوس علينا. وتقعد تقول له بقى الكرافته تاكل من وشك حته يا عمر، شخبطت سعادتك رسم المستقبل. مش عارف، بس الحاجات دي ادمت برضه، اللي هو شلوت سعادتك، مش عارف دافع للامام. ايوه دلوقتي مثلا ايه كاريزما الشركه، مش عارف كوماندا المجال. ايوه ويحبوا بقى ايه الحاجات الاكسبريشنز دي. ايوه دي بس بيتفرجوا عليك على انت بتعمل ايه بقى في أكيد. المقابل لا طبعا. طبعا بيتفرجوا. ما حدش بيقول لك انت قصدك ايه، ولا كنت بتتك على السين لمين، ولا مش عارفه ايه في الفيديو ده ايه. لا حتى الان الحمد لله ما حصلتش. لان برضو احنا بنعملها ما فيهاش اساءه يعني، مش فيهاش حاجه. ايوه طريقه فن يعني، طريقه فاني. وبعدين عايز اقول لك ان ما هو كل مدير ليه مديره، فهو اصلا بيبقى حاسس الحته، بس عامل نفسه ايه مش مبسوط يعني. طب شريف في فيديو ليك انت عملت نفس الاونلاين ميتنج ده بس في الشارع،
وجندت ناس معاك برضو يقفوا نفس الوقفات، يعني في ناس اتنين وراك مفروض ان هم بيبنوا وبيشيلوا رمل وحاجات كده، هم بيقفوا معاه في نفس الوقفه ويتكلموا معاه في نفس ايه ده؟ ما هو التيم ورك. عملتها إيه ازاي دي؟ التيم ورك بقى يعني انت جندت الناس دي ازاي؟ مش جندتهم، هو الشبكه قطعت فعلا. يا راجل انا عايز موقع، عايز موقع. لا هو يعني ايه، طبعا انا بدات اتحرق بقى في السوق يعني. طبعا خلاص بقى سمعتي اعتبرت فضحت. خلاص لو عملت، لو الشركه، لو النت، لو قرناها في الجرايد ان في كابل بحري اتقطع، انت قطع مش هيصدقوك. فكان لازم ايه، عامل مساعد. فلازم اهو الناس كلها مش انا لوحدي. طب حلو قوي. طب انت اصلا كنت تتوقع الفيديو بتاعك اللي هو طبعا كسر العد الفلنكات زي ما بنقول، والناس كلها قعدت تعمله شير، هو كان ما شاء الله ترند لفتره طويله كمان، انت كنت متوقع ان هو يحقق النجاح ده كله، ولا انت قلت هنزله كده وزي ما تيجي تيجي يعني؟ خالص يعني لا طبعا، اصل انت في حاجه بتبقى مش مضمونه يعني. انت بتعملي حاجه والله اعلم الناس ذوقها ايه، متقبل تستقبلها إيه؟ ولا لا؟ استقبلها عادي جدا يعني. انا عملت فيديوهات انا كنت متخيل اني هتضرب ولا حاجه، بس الحمد لله يعني. انا بالنسبه لي ولا حاجه، عشان انا طبعا ايه زي ما تقولي كده الفيديو ضرب، فانا بالنسبه لي المليون مشاهده والنص مليون ده ما بقاش رقم بقى بالنسبه لي. ايه ده، ايه ده، ايه ده، بس شوفوا النجوميه والتواضع. لا خلي بالك، التواضع الحمد لله يعني. هو انا مش عارفه ايه اللي بيحصل مع المهندسين تحديدا يعني، المهندسين دايما بيبقى عندهم حته اللي هي انا مهندس، هو بيمشي يقول انا مهندس. يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل لكم في الكليه وانت حاطه رجلها رجلي، مش عارفه اصلا منزله رجلي احتراما لحضرتك عشان اول يعني انترفيو. شايف الفيونكه دي؟ والله العظيم الاول ما عرفت ان تقديرا قعدت تكبر في الفيونكه، تكبر في الفيونكه، تحس ان انا خارجه من اجتماع او ميتنج. بس انت حرقت لنا حاجه كبيره قوي في حياتنا، ان احنا مش هنعرف نلعب اللعبه دي بعد ما الفيوز طبعا بتاعتك، بتاعت الفيديو، بتاع النت اللي بيقطع. لا انا عايز اكمل الموضوع، اتحرق. عايز اكمل الحته اللي هي اللي انت قلت لي عليها. انا عايز اقول لك انا الفيديو عملته وبعدين مش عارف صورته، كنت لوحدي في البيت فصورته، وبعدين مراتي بقى ايه كانت بره كده ورجعت، فبقول لها بقول لك انا صورت فيديو كده شوفيه. فانا بالنسبه لي الفيديو جديد وانا مبسوط بيه، فبديها التليفون فماسكاه كده، هو تقريبا كان دقيقه ونص الفيديو او حاجه زي كده، الدقيقه ونص هي عامله كده. ايه ما شاء الله، عارف اللي هو خلص خلاص. قلت لها ايه، ايه في ايه؟ قالت لي لا حلو. قلت لها انت ما ابتسمتيش ابتسامه. طب والله لنزله عند الفيديو. اوكي. المهم ايه، انا اتضايقت فعلا، نزلته ورحت داخل نايم. هي بقى ما اعرفش جايه تعبانه، هي ما ادتنيش. المهم دخلت نمت، قمت على 100 تليفون من صحابي. اوكي ايه ده، في ايه يا ابني انت، يخرب ايه ده الفيديو ده، مش انت مش حاسس في ايه، مش عارف ايه ده الفيديو ضرب والناس بدات مش عارف ايه وملايين وشوف عدد الفولورز. عملت ايه في مراتك؟ ما عملتش حاجه بقى يعني، هي تعالي الله يسهل لها. تعالي قولي لي ايه رايك. لا عارف لما يجي لك الله فلوس، الله يسهل لها، بتحاول تحسن العلاقات. لو جالك فلوس من الفيديو ده ولا جنيه ولا هديه، فاهم؟ لا فعلا اقسم بالله من الفيديو ده ولا جنيه. ليه بقى؟ لان انا اصلا ما كنتش اعرف المواضيع ان انا ممكن في ربح من الحاجات دي او في اعلانات، ما كنتش لسه عارف يعني. ما عرفتش غير مثلا بعديها بكام شهر، خمس ست شهور كده بعد ما بدات اعمل فيديوهات. طبعا ندمان دلوقتي، بس هو بس نصيب بقى. نصيب يعني برضو. طيب فكره برضو ان انت بتروح الشغل، انت طبعا باش مهندس قد الدنيا ومنزلنا رجلينا وكل حاجه وكده، بس فكره ان انت اكيد زمايلك بيعاملوك معامله اللي هو شريف اللي دمه خفيف قوي، وده اللي على طول اكيد بيضحكنا في الشغل، ولا انت على السوشيال ميديا بشخصيه في الشغل بشخصيه؟ عايز اقول لك يعني عارفه أتامة والرخامة والرزالة، هو أنا في الشغل. لا والله. يعني ما أنا كنت عايزة أسألك برضو، أقول يعني اللي لينا تفسير للي بتقوله، بترجع هيبة المهندس إزاي؟ أنت بتبوظها في السوشيال ميديا. هو أصلا هو لما الفيديوهات دي طبعا مش قايل لحد يعني إن أنا بعمل فيديوهات أو كده، بس الفيديو ده بالذات لما سمع خلاص بقى شهر خلاص فضحت بقى. ففي ناس أصلا ما عرفتش إن أنا يعني، لولا بس إن هما جم سألوني او سمعوا ايه كلمه مهندس شريف، ما هوش معقول نفس الاسم برضو ونفس مش عارف الغمازه ونفس مش عارف ايه. لا هو فبداوا ايه، حتى اللي ما يعرفنيش قوي في الشغل، لان احنا كذا مبنى يعني مش كله يعني، مش احنا مش اداره واحده، لا ادارات كتير، مبنى كذا دور، فمش كله عارفني فيس تو فيس او شخصيه. فبدا يجي يسالني بقى
هو انت باشا الفيديو بتاع كذا ده؟ يا نهار ابيض يا نهار اعذرني انا كنت بسترخمك جدا، لان انا شويه ايه، انا في الحقيقه بوكر فيس شويه. لا يعني ايه، ومش بتكلم كتير غير لو انت مثلا جيتي فتحت معايا موضوع. يعني انا ما اعرفش اسير الموضوع كده وافتحه. انا مش اجتماعي، انا قاعد ساكت يعني. ما حدش كلمني، انا قاعد ساكت بشتغل، بشوف شغلي، اروح الساعه جت كذا بمشي. يعني الحمد لله شغلي الناس تشيد بيه جدا وكده كمديريني وكده، فانا ما حدش يتوقع خالص، فده كانت صدمه طبعا. كله كان مصدوم. انت بس انت الفيديو مش عارف ده، انت يعني بيلمس قوي في حته معينه، ده احنا كنا مش عارف امبارح كنت انا قاعد كده فعلا في الميتنج بالشورت ومش عارف ايه والموضوع قبله. فلقيت الناس فكت بقى، لا ده انتوا فكتوا خالص بقى. طيب انت كان في حد بيكلمك في الفيديو؟ انت كنت محضر ده من قبل كده ولا انت عملت مكالمه مع حد من صحابك عشان يساعدك في القصه؟ بصي، هو الموضوع انا ما كنتش عايز اقوله، بس هو خلاص عدى عليه. هو نفس انا يعني، هو انا نفس الشخصيات اللي بترد. لا بتهزر عليك. يعني يمكن بغير الصوت سنه كده، بس بلعب فيه كده، لكن هو انا. بس برافو عليك والله. لا يعني. ده هم عايز اقول لك، الناس بقى يجي لي تعليقات ان هم عايزين الراجل ده. جماعه والله ده انا بس. لا انا ما قلتش خالص يعني. انا كان اللي بيسالني ما كنتش يا اما بتهرب من الاجابه او مثلا ايه بقول له ان شاء الله وبتاع. طب وانت بصراحه كنت بتحضر الميتنجز بالشورت كده ولا ده كان عشان الفيديو؟ بس بصراحه يعني والله يا فندم، وانا عايز اقول لك ان انا يعني الفيديوهات دي انا كده محترم جدا يعني كده وفور. عشان عارف الناس هتشوف. اوكي. في البيت بقى. لا احنا كنا بنشوف مهازل ايام الكورونا يعني. طبعا. والناس اللي بتعدي من ورا. كان عندك فيديو تاني؟ لا هي بتكلمنا عن موضوع الشورت او كده. لا انا في الحقيقي كان بيبقى فيه انسيابيه اكتر من في فيديو تاني. تمام فهمنا. لباعة جائلين وتخبيط وفي ناس بتاني. عملت كل ده. انا الميتنجز دي كلها عملتها اجزاء بقى، يعني حوالي 4 اجزاء كده. في الدوشه دي وفي برضه موضوع الباعة الجائلين ده، عملت كل ده ونزلت. كان لذيذ قوي. ايوه الحاجات دي حلوه قوي. طب انت حاسس برضه بعد بقى ما خلاص بقيت ما شاء الله يعني عندك فولورز وناس بتحبك وبتشوفك في كل مكان وكده، ممكن تعمل شيفت شويه لموضوع الشغل، تعمل فيديوهات في المطلق عادي، ولا انت حابب تتخصص في الحته دي؟ لا انا عملت كتير يعني. عملت برضه فيديوهات عن الزوج والزوجه والاولاد. عملت يعني كذا نوع كده من السواقين اللي بقابلهم. عملت برضو يعني الناس كانت بتقعد تكتب في الكومنتات انت بنحبك، لازم تمثل، لازم نشوفك بقى على التلفزيون، مش عارف ايه. فبدات اعمل مشاهد ايه من افلام كده بس بطريقتي انا. يعني اوكي. لو انت كنت مثلتها كنت تعملها ازاي؟ ايوه مثلا النتيجه لينا دايما نعمل الحركه دي في الضيف ونزنق الضيف ونقول له بس جرب تمثل لنا حاجه. فيلم مش عارف بتاع الباشا تلميذ. محضر حاجه دلوقتي؟ فاكر حاجه تعملها لنا؟ ممكن مثلا ايه بتاع الباشا تلميذ ده، انا بحب قوي الحته اللي هي بتاعت لما بيكتشفوا ان كريم عبد العزيز ظابط. خلاص بقى انا غيرت عشانك. اللي هي غاده عادل وكده. اوكي. هو كان مشهد ايه، هو مشهد حلو بس انا شفته بنظره مش عارف ليه فيها يعني في اوفر. كده كده اصلا المشهد ده. فانا هتلاقي اللي مثلوه نفسهم دلوقتي شايفينه اوفر هم. اكيد يعني. وانت خدت لا ممكن لا طبعا ممكن يبقى هم شايفينه كويس جدا، بس عادي يعني هو وجهات نظر يعني. فمثلا ايه كريم عبد العزيز كده كان هو الاول، خالد الصاوي قال له ايه؟ الهيبه فضاحه يا باشا. فكريم عبد العزيز بقى دخل على انجي عايزك تعرفي حاجة واحدة بس. أنا مش عارف إيه كده. ليه بسيوني؟ ليه أنا اتغيرت على شيلك؟ ليه خدت كل حاجة مني؟ وفجأة مش عارف. يعني شريف انت لازم تمثل فعلا. ايوه كفايه بقى كفايه. مع احترامنا الاستاذه غاده عادل يعني، بس هزاري. هي غاده عادل اصلا دلوقتي بتقعد تضحك لما الناس بتعمل الفيديوهات دي، هي بتقعد تضحك على الاقي فعلا الاداء يعني فاهم. بس هو عامه هي قعدت كتير قوي يعني. خلاص بقى يعني. يمكن لو انت تعلق ساعتها ولا حاجه. لو انا بكلمها ممكن يبقى رد فعلي مش هيعجبها. اوكي.
خلاص بقى اللي حصل حصل. شريف انت عملت فيديو كمان عن الاسره لما الست تحب تخرج وخرجتهم فيعني انا عملت اللي عليا خلاص بقى، ده كان الزوج انا لا هشرب شاي ولا عايز اكل وما تقرفناش عايزين نروح. الزوج النكدي ده عارفينه موجود كتير نماذج حوالين. لا والله الرجاله مظلومه برضو خلي بالك، يعني مين بيبقى برضو راجع من الشغل تعبان وبتاعه ودماغه فيها 100 حاجه وانت باصه لجزء بس خروج وفسح؟ لا طبعا الحياه مش كده، لازم تشاركيني برضو القرف اللي انا عايش فيه. ايوه انا قرفان اتقرف اقرف انت انا مبسوط بس ما يعني ده ما يمنعش ان احنا 24 ساعه قرفانين. انت مش هتلاقي وقت يعني تبقى مبسوطه فيه بس لازم نستحمل بعض. فعملت الفيديو ده بس انا للاسف بقى الفيديو ده يعني عمل لي مشاكل. ليه بقى؟ ليه؟ يعني انا ما اعرفش يا جماعه، يعني احنا انا بوجه رساله يعني للناس اللي بتتفرج على الفيديوهات عموما. انت قبل ما تخش تكتب اي تعليق ادخل على صفحه الراجل ده، يعني يعني هتلاقيني اكيد بتاع فيديوهات بمثل بهزر مش دي شخصيتي. بنهزر. لا كلام جارح كده وكلام مش عارف ايه. بس انت ما بتكلمنيش انا، انت الناس على السوشيال ميديا الناس دايما على طول. لا بس مثلا فيديو الميتنج يعني انا لما الحمد لله كان رد الفعل كويس جدا. فلما الاقي تعليقين ثلاثه، واحد بيقول لي كده مثلا ايه انت بتاكل كده فلوسك دي مش حلال، او إيه انت كده مرتبك مش حلال، انت يا عم ده هزار. انت هتهزر؟ انت مالك في ايه؟ متهزر يا رمضان ما بتهزرش يعني. عارف لا يا اختي مهزر عارف في ايه؟ لا هو كبر الموضوع. ايوه بحس الموضوع كبير قوي. فلوسك حرام. انت جبت الايه الاكستريم قوي ليه كده؟ ايوه بس هو الفيديو اللي بكلمك عليه ده اللي هو انا وبعدين بكلم يعني لما اشوفه هبعته لجوزي اللي هو شايف اهو ده انت مش لوحدك كده فاهم. هي واضح دي واضح ان انا بمثل يعني. هما بتبقى كده هزار زي الريلز اللي بنقعد نبعتها لبعض. ايوه بالظبط على السوشيال ميديا كلنا كصحاب. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. دول عيالك يا اخي. ايه يا اخي يا حس يا اخي ده بتتجوزوا ليه؟ يا ساتر يا رب. تقرفوناش بقى يعني. لو تحس ان انت بتجوع على عيالي يعني فاهمني ولا مش بجوعهم يا جماعه في والله. انا يعني قبل ما اجي انا في كومنت اتكتب لي مثلا والله العظيم 10 15 سطر كده وايات من القران واحاديث. لا بص انا مش كده. لا لا ده شخص فاضي اكيد. ما بقولش ده الصح يعني. انا عملت فيديو في شويه افيهات اللي هيضحك عليهم يضحك اللي مش هيضحك خلاص. انا يعني ده تفكيري. اللي عنده وقت ان هو يكتب لك 15 سطر ده شخص فاضي. اصل مستحيل احنا بنبقى اصحاب وبنحب بعض جدا وشايفين بعض طول اليوم وممكن نكسل ان احنا نكومنت على حاجه شفناها لبعض يعني اعمل ايموجي يعني وخلاص تمام. لكن انا لو عندي وقت ان انا اكتب 15 سطر فاكيد ده شخص فاضي. لا بس ده بقى الطبيعي بتاع السوشيال ميديا كل دلوقتي من يعني تلاقي كميه كومنتس وحد يدخل ويبيح لنفسه ان هو يهزقك فاللي هو هو اصلا حياته اصلا ما بيعملش حاجه في حياته قاعد مثلا فاهمني عامل كده فيقول لك ايه شكلك ده؟ طب ما انت يا باشا بص على شكلك الاول يعني. في والله العظيم ناس بجد بتبقى مزفزه قوي بس تمام ما فيش حد لا الناس كلها تحبه ولا حد الناس كلها تكرهه يعني هو دايما. لا لا انا ما عنديش مشكله ان يقول لي انت دمك تقيل مثلا. انا ما بحبش فيديوهاتك. دي طبعا ما حدش عليه اجماع يعني. لكن ما تخش تتهمني بان انا ده وان انا بشجع على كده او ان انا بنادي بكده. لا ما بقولش حاجه يعني. انا ما بقولش حاجه خالص بس اكيد بيجي لك حاجات لطيفه كتير ومثلا الحمد ناس لله. طب انت الناس بتطلب منك حاجات معينه مثلا ممكن بتهتم انك تفتح الدي ام بتاعك تشوف الناس مثلا عايزه تعرف انت تعمل فيديوهات عن ايه وكده بيجي لك طلبات ولا؟ بيجي لي بصراحه وده انا يعني بتبسط جدا بحس ده برضو ايه يعني الحمد لله حب من الناس طبعاً. ان هو حابب يشوفني فبدا يفكر معايا يعني. انا وبيني وبينك بقعد استغرب اقول يعني انا عن نفسي لما بحب حد مش ممكن يعني مش للدرجه ان انا ادخل له اقول له طب بص انا عندي فكره ممكن تعملها تبقى حلوه عليك هايله بتاع. فده الحمد لله بيبقى حب زياده. بس حته الطلبات دي انا اصلا بشوفها لايف يعني. ايوه ده بيحصل معاك في الشغل صح في الشغل يعني. وبره لو قابلني حد قابلني وانا بره او في مول او كده ما حاجه بقى عن الاسعار كده انت شايف الاسعار وكده فهتعمل لنا حاجه كده في الشغل زي الفيديو اللي عملته بتاع المرتبات مثلا. لا ما انا بستجيب بقى يعني شايف سوها ديك فين سوها عدالك على الانستجرام يعني. بص هو انا اتجريت عارف الناس ده انا دهيتني اتفرجت على فيديو كرر اللي بعده واللي بعده عشان انا كنت بشوف موضوع الاونلاين ميتنج ده وقت ما كنا في كورونا. انا كان ساعتها شغلي بيحصل فيه اونلاين ميتنجز وجوزي نفس الكلام فانا بجد فعلا بقى طب ما تدينا حته كده كنت بشوف مهازل. سوها طب ما تورينا يا سوها لو مثلا لا انا على طول كنت بقول لهم ان الكاميرا عندي فيها مشكله يعني
على طول الكاميرا عندي فيها لا مشكله عايزين نجرب بقى والمايك ميوت. اه بس نجرب. يعني استاذه سهى بعد اذنك كده كلمينا مشاريعك الفتره الجايه ايه؟ طيب والله انا كنت عامله خطه عن كل المشاريع وعندي افكار كتير واولها وانا كاتباها في الورق. الورقه دي. ويا فندم كمان زي ما شرحت لكم في الفتره اللي فاتت. لا بس برضه هي منمقه يعني هي مش قادره تسيب يعني نفسها كده. مش قادره اعمل كده لا صعبه. فالجرار المعادي غير ما خلي بالك يا بتفرق من منطقه للثانيه يعني. احنا مع بعض على نفس الخط. انت نازله فين؟ نازلين في طريق والنبي. لا انا عايز اقول لك بقى في الشغل. الشغل بقى طبعا ايه عارفه اللي هو يعني بيبقى قاعد عامل كده وفجاه ينفجر. اللي هو بقى الفيديوهات دي جات لي بقى جات له على الطبطاب يعني اللي هو الناس معايا في الشغل بقى اللي هو ايه يا عظمك يا رضا. ايوه الفيديو ده ريحني. ايوه وفي بقى اللي بقى مثلا ايه بيبقى في مثلا بينه انا قلت لك عندنا ادارات كتير فمش شرط مدير يبقى هو مديره يعني حاجه فتلاقي مثلا ايه في شويه ضغائن وعكوسات كده ما بينه وما بين المدير فيجي لي بقى عشان بعد شريف بالليل ابوس ايدك انا بنهار اعمل لي فيديو والنبي يشفي غليتي. ايوه عايز افك شويه. اطلع مش عارف ايه يعني. انا عملت فيديو بس ممكن ينزل النهارده او بكره. حلو قوي. هيبقى كده يعني برضه عن ايه بقى؟ يعني يعتبر ايه من طلبات الجمهور كده ما يطلبه المستمعون. المستمعون جوه الشركه عشان بس نبقى عارفين هو هيبقى اللي طلب من جوه الشركه. هيبقى ميتنج. حلو قوي. نفس بس فكره جديده يعني. فكره بقى لا وفي دايما ميتنج. لا انت واخده بالك يا انا عارفك بقى تعمل ايه يعني. مش عارفه انت عملته ولا لا. قولوا لي يا جماعه لو في ورقه وقلم. لا بجد لا انا هبعتهم لك واتساب ما تقلقش. بس لو في ميتنج يا جماعه بجد والله غير مثمر بالمرء والله ما قلنا فيه كلمه. ايوه احنا شربنا فيه قهوه فرنساوي مانو يعني في مشاريب نزلت وقمنا بس ده وقعدنا نبص لبعض وتمام والكلام هو هو. في ميتنجز بجد بتبقى ما بنقولش حاجه. نفسي نطلع نفسي نقول حاجه. هي بتبقى انت فاهمه وقت كده بنقضي وقت بنتبرع بيه كده وخلاص. ما لا في مديرين بيحبوا الميتنج. هو انا حابب مود الميتنج. انت بتعمل ايه اصلا؟ عندي ميتنجز كتير النهارده. قعدتنا وقعدنا في الميتنج بعدين ده. انا مشكلتي كمان في الميتنج بالله عليك ايش استفدت اكتر منها؟ موضوع الفورمال ده. انا اقفز وبتاع وجاكيت ولا بليزر ومش عارف قميص وكرب. انا بصي بقى بموت في جلدي كده يا عيني. انا احب الرحراحه. شخص كده ايه فاكك كده. لا ما هو واضح عرفت كده. فاللي هو كفايه قوي من فوق. فمن تحت بقى سيبوني براحتي طالما انت مش شايف غير دي معكش بقى. طب انت بقى بتسلم بقى زمايلك في الحته دي يعني؟ انت دلوقتي قلت لنا في فيديو هينزل بناء على طلب حد ده. لا ما انا ما قلتش حد مين. ما مش هنقول يعني. انا مش هقول ان هو محمد عبد محمد عبد السلام اللي في الدور الثالث ولا اسمه ايه قاتن في دير النحاس. لا مش هقول يعني. لا ما وصل المعلومه وصلت يعني. بس لو هو برضه ما قلتلناش الفيديو عن ايه. لا مش هحرقه. لا مش هحرقه. ايه ابدا عادي. لا طب لا هتسبلي وهقول عشان ابقى واضح بليز. يعني ادينا الفكره كده. الطلب منك ايه اصلا؟ هي لا هو اللي الطلب ده ما ينفعش يتقال. هو هيبان في الفيديو. انا هو طلب يفش غليله. أيوة. بس بطريقه معينه كده. اوكي اونلاين ميتنج. يعني ايه وصل لي الفكره دي كده بطريقه. لا هو ما قاليش بطريقه ايه انا اللي اخترعتها يعني. هو قال لي بص بقى يعني هي دي مشكله يعني. انا هموت واشتمه. اقول كلام كده جواه. فانا قعدت افكر. ما هو مش هينفع عليك تشتم. هترفد هتجازى. أيوة. هتنقل مش هينفع. فعالجتها بقى يعني. بدات يعني بقيت اقول اللي انا عايزه بس ايه بيرجع هو في يسالني ايه ده وبتاع فبعالجها كده. هيبان يعني. هو هيظهر في الفيديو. هيبان هيظهر ويبان. انت في البيت مراتك بتساعدك في تصوير الفيديوهات في افكار؟ بتكتب اصلا انت الحاجات قبل ما تقولها؟ طبعا. ولا لا انا الموضوع بيمشي يعني. ازاي هو وان مان شو يعني؟ انا بألف بمنتج بصور نفسي لان هي برضو في اولاد وفيها مش فاضيه الموضوع. مش فاضيه. جايب بقى الستاند ده وبتحط بقى وتنور لنفسك بس موضوع الموضوع مرهق صح؟ على فكره جدا. بس طالما حاجه انت بتحبيها يعني. انا بالنسبه لي الموضوع انا بحب التمثيل فبالنسبه لي الشويه اللي انا بعيشهم ده كده وخصوصا لما بلاقي فيه فيدباك كويس ببقى مبسوط جدا. طبعا بعمل حاجه انا بحبها. فده بيعوضك يعني. لا
لا بس عايز اسالك على حاجه، دايما الراجل اللي هو بيبقى دمه خفيف بره البيت وبيعمل فيديوهات لذيذه وكده وبتاع، يقول لك يا بختك ده انت متجوزه، عارفه لو محمد هنيدي ده انت اكيد مش بطلوا صريخ ضحك في البيت 24 ساعه، ده ايه الازازه دي؟ واصلا ممكن تكون في البيت بالظبط. شكرا. يعني هو دايما يعني يا جماعه اللي بره البيت بس دي قاعده معروفه، الكوميديانات قوي دول بيبقوا في الحقيقه بجد بيبقى حياتهم بائسه جدا. يعني انا عايز بص هعيش بقى في دور ان انا فنان وماسك طبعا. انا هم حصروني في الادوار الكوميديه بس انا اساسا حصروني في ادوار الميتنج. لا هو بصي يعني طبعا الكلام ده كنت بسمعه برضو من مثلا فنانين مثلا كبار زي مثلا الله يرحمه استاذ سمير غانم، او مثلا مين تقريبا برضو عادل ادم الله يرحمه كان يقول لك انا الناس شايفاني شرير جدا بس انا اطيب خلق الله، او محمود المليجي تقريبا سمير غانم نفس الكلام انا ما بضحكش خالص في البيت. فهو هما الناس اصل هو الناس بتشوف الدقيقه او الدقيقتين او ايا كان الفيديو اللي انا بنزله، انا قاصد ان انا اتفرجوا على الجزء ده لكن مش ال 24 ساعه. يعني انا مهارة بني ادم عندي مشاكل وببقى اوقات حزين وفرحان وكل الانفعالات يعني اكيد، لكن مش بصور كل حاجه. طب اولادك بقى يا شريف يعني عارفه فاهمين ايه اللي بيحصل وفاهمين ان انت بتطلع ترند والفيديوهات بتاعتك بتضحك الناس، حد بيقول لهم كده ولا؟ يعني هو ممكن ايه بنتي الكبيره شويه عندها يعني هتقرب على 10 سنين اهو ما شاء الله، هي دي فاهمه شويه وخصوصا ان هي عملت معايا فيديو او اتنين كده ففاهمه ايه. وبعدين اصلا خلاص الجيل بتاع اللي طالع ده بيعملوا تيك توك دلوقتي بقوا اشهر مننا يعني الصغارين مش قوي يعني طبعا بس الكبيره يعني هرشه شويه اللي بيحصل هرشه. وبعدين بدات بقى ايه حته بقى الغيره يا حبيبتي انا الريتش بتاعي مش زي الريتش بتاع بابي. لا لا غيره عليا هي طبعا بنت كده كده بتغير على باباها ده كده كده فبقى لما حد مثلا يقف يتصور معايا او كده لو وصلوا بقى لو رجاله طبعا مش مشكله هي يعني مشكله في البنات في الستات. لو انا مثلا ايه فاتح لايف على تيك توك او حاجه وحد مثلا دخل قال كلمه كده او بتاع مش عارف ايه تلاقيها بقى تبتدي تغير بقى ايه لي لي مش ايه مامي دي بتسلمك كمان حصل واحد اتنين تلاته مامي تروح جايبه فاتحه داخله على طول بنسخن حريقه في البيت. شريف والله نورتنا جدا، يعني ما كنتش عايزه اصلا الحلقه تخلص من كتر ما احنا قاعدين كده قاعده لذيذه، وان شاء الله بجد الفيديو يكسر الدنيا باذن الله واللي هو اللي جاي ده اللي انت غششتنا حته منه ده وان شاء الله كده على طول ناجح وبجد نورتنا في عيش سعيد. الله يخليك يا لينا وانا انبسطت جدا معاكي ومع سوا وان شاء الله تبقى حلقه كويسه يعني. شكرا ليك يا شريف، وانت شفت بقى انا من متابعينك حافظه نص الفيديوهات. انا بص عندي علاقات كده بصحابي علاقات ريلز بس، نبعت ريلز وتجي لنا ريلز، مفيش اي حاجه في الشات ما بيننا غير الريلز. فانت اتبعت كتير بقى كده وكده، فاحنا يعني والله اتبسطت جدا يعني. فيديوهاتك تجنن ودايما ان شاء الله مكسر الدنيا وناجح سواء في الهندسه او في الفيديوهات او في التمثيل كمان ان شاء الله، تبقى عندك الفرصه ان انت تمثل وتحقق حلمك. وشكرا. ما فيش حد طب حضرتك ولا لا منتج ولا مخرج يعني بص اللي عايز يا جماعه احنا ننزل رقم شريف تحت كده تحت كده نقول رقم شريف عشان لو في اي دور او حاجه وهو عمل الكاستنج واحنا قاعدين. شكرا ليك يا شريف نورتنا. شكرا شكرا. طيب خلينا بقى نقول لكم باي باي، بجد انبسطنا جدا بالحلقه النهارده معاكم، ويا رب كمان تكونوا انبسطتوا معانا. ان شاء الله نشوفكم في حلقه جديده من عيش سعيد. باي باي.